بعدها واصل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة زياراته متوجها إلى نادي جي دي الواقع بمنطقة سار، فقد عرب سموه عن امتنانه للنادي لما يقدمه من دعم للعبة والدور الكبير الذي يقوم به في دعم الشباب المحب لرياضة فنون القتال المختلطة، منوها سموه بجهودهم في رفع اسم المملكة والسعي الدائم لتميزها في البطولات التي تقام على أرض مملكتنا، مؤكدا سموه دور الأندية الكبير في نجاح استضافة المملكة لأسبوع بريف الدولي للقتال وبطولة العالم لفنون القتال المختلطة للهواة عبر التحشيد لها جماهيريا ودعم منتخب البحرين في البطولة، وهو ما سينعكس على أدائهم.